الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد، أرحب بكم أعزائي الطلبة في هذا الموضوع الهام والهام جدا، نتكلم فيه عن الرقابة على دستورية القوانين. بالتأكيد أن سمو القاعدة الدستورية التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة لن تتحقق إلا إذا كان هناك آليات محددة. هذه الآليات تكفل احترام النصوص الدستورية، بمعنى أن نكفل أنه لا يستطيع أي تشريع أدنى من التشريع الدستوري أن يخالف نصا دستوريا. لذلك تعتمد الدول على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، ونعني بهذا المدلول، مدلول الرقابة على دستورية القوانين، أن جهات معينة مختصة تقوم بالرقابة على القوانين العادية بقصد التأكد من احترام هذه القوانين للوثيقة الدستورية، فتوكل مهمة الرقابة إلى جهة معينة، هذه الجهة تقوم بمراقبة القوانين، إذا كان القانون أو تبين أن القانون مخالف لنص دستوري فإن هذه الجهة تقوم بإلغاء القانون وتغليب للنص الدستوري على النص القانوني الأدنى منه. فالرقابة على دستورية القوانين وضعت كضمان لنفاذ القانون الدستوري وعدم مخالفته وتطبيقه تطبيقا سليما. بالتأكيد أن هذا السمو وهذا الضمان لا يوجد إلا في الدساتير الجامدة، ذات الدساتير الجامدة التي يلزم فيها لتعديل النصوص الدستورية إجراءات خاصة. أما بالنسبة للدول ذات الدساتير المرنة كالمملكة المتحدة على سبيل المثال، فإنها لا تحتاج إلى رقابة دستورية القوانين، لأن تعديل القانون الدستوري أو القانوني يتم بنفس الآلية وبنفس الطريقة. بمعنى يستطيع البرلمان الإنجليزي أن يقوم بتعديل نص دستوري في جلسة يحضرها أغلبية عادية، ويقوم أغلبية الحضور بالتصويت ويصدر القرار بالأغلبية المعتادة لإقرار القوانين العادية. لذلك فمبدأ الرقابة على دستورية القوانين وممارسته لا يكون إلا في الدول ذات التساتير الجامدة. بالطبع هناك نوعين رئيسيين من أنواع الرقابة على دستورية القوانين، لدينا رقابة سياسية ولدينا رقابة قضائية، وبإذن الله تعالى سنتعرف في محاضرتنا لهذا اليوم على الرقابة السياسية. فبإذن الله المحاضرة القادمة سنتكلم عن النوع الآخر التي هي الرقابة القضائية. فما هي الرقابة السياسية؟ وهذا ما سنعرفه تفصيلا في هذا اللقاء، فسنعرف ما هي ونأخذ أحد تطبيقاتها بحيث تتضح الصورة بشكل أوسع. فالرقابة السياسية هي تلك الرقابة التي تباشرها هيئة ذات صفة سياسية بهدف التأكد من عدم مخالفة القوانين العادية لأحكام الدستور قبل سطورها، ونركز على الكلمة الأخيرة قبل سطورها، بمعنى أن الرقابة هنا تأتي قبل سطور القانون وتمارس عن طريق جهة سياسية. إذن تعهد دساتير بعض الدول مهمة الرقابة إلى هيئة سياسية وليس إلى قضاة أو محكمة، تتولى التحقق من التزام هذه الهيئة السياسية، تتحقق من التزام سلطة التشريع بنصوص الدستور، وتنظم التساتير كيفية تشكيل هذه الهيئة السياسية. بالتأكيد أن أهم نموذج للرقابة السياسية على دستورية القوانين هو النموذج الفرنسي، فنتعرف على النموذج الفرنسي وفقا لدستور 1958 الذي لا زال مطبقا حتى اليوم وإن كانت قد أجريت عليه بعض التعديلات. فوفقا للنموذج الفرنسي تمارس الرقابة عن طريق المجلس الدستوري. المجلس الدستوري فهو الجهة التي أوكل إليها الدستور الفرنسي مهمة الرقابة على دستورية القوانين. نتعرف على تشكيل هذا المجلس ومدة العضوية فيه. فبالنسبة لتشكيله هو يحتوي على نوعين من التشكيل، لدينا أفراد معينين مدى الحياة، ولدينا أشخاص معينين لفترة محددة 9 سنوات.
فبالنسبة للأفراد المعينين أو للأعضاء المعينين لمدى الحياة هم جميع الرؤساء السابقين، جميع رؤساء الجمهورية السابقين، فقد يكونوا 2، 3، 4، 5، يتجمع عدد من الرؤساء السابقين أيا كان هذا العدد، فكل رئيس سابق لفرنسا هو عضو في المجلس الدستوري، وبالتأكيد أن هذه العضوية ستعطي المجلس الدستوري هيبة ونفوذ واحترام يعني لدى كل السلطات، فأعضاؤه جميع الرؤساء السابقين. هذا النوع الأول من العضوية. النوع الثاني هو يعين 9 أشخاص، 9 أشخاص، 3 يعينهم رئيس الجمهورية الحالي، و3 يعينهم رئيس مجلس الشيوخ، و3 يعينوا عن طريق الجمعية الوطنية أو رئيسها. فهناك تعيين ثلاثي: رئيس الجمهورية، المجلس الأول والمجلس الثاني من مجلسي البرلمان، الجمعية العامة ومجلس الشيوخ، كل واحد من هؤلاء 3 يعين 3 أعضاء، والعضوية تجدد، يعني يتم التعيين ل9 سنوات، ولا يجوز تجديدها لمرة أخرى، بمعنى أنه لا يمكن لأي عضو في المجلس الدستوري غير رؤساء الجمهورية أن يشغل العضوية لأكثر من 9 سنوات. تجدد كل 3 سنوات، يجدد 3 أعضاء، بمعنى أن يتم التدوير. فالتعيين الأول كان ل3 سنوات و6 سنوات، 3 و3 و3، بعد 3 سنوات يأتي كل 3 سنوات تعيين ل3 أعضاء، ليتم اختيار 3 من الجهات المختصة 3، بمعنى رئيس الجمهورية سيختار 1، ورئيس مجلس الشيوخ سيختار 1، ورئيس الجمعية الوطنية سيختار 1 كل 3 سنوات، بحيث يبقى العملية في تغيير في الأعضاء ولا يبقى جامدا لمدة 9 سنوات. كانت هذه هي ما يتعلق بالعضوية، ومدتها هي كما ذكرنا مدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يتم التجديد ل3 أعضاء كل 3 سنوات. كيفية مباشرة المجلس الدستوري لاختصاصاته؟ يقوم المجلس الدستوري بمباشرة اختصاصه متى ما أحيلت إليه القوانين قبل إصدارها، قبل إصدار القوانين يمر على الجمعية، على المجلس الدستوري، ولكن الإحالة إلى المجلس الدستوري لا تتم بشكل تلقائي، وإنما لابد أن يتم الإحالة عن طريق 4 جهات. فلدينا أولا أن تتم الإحالة من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من الجمعية، رئيس الجمعية الوطنية أو من رئيس مجلس الشورى. هؤلاء هم الأشخاص 4 الذين يحق لهم أن يقوموا بالإحالة، إحالة القانون قبل سطوره لفحصه عن طريق المجلس الدستوري. طبعا في سنة 1974 أجري تعديل، وتم إضافة هذا الحق ل60 نائبا من أعضاء الجمعية الوطنية أو ل60 شيخا من أعضاء مجلس الشيوخ. وفي كل الحالات إذا تبين للمجلس الدستوري عدم دستورية القانون المحال إليه، ترتب على ذلك عدم إمكان إصداره. حجية القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري، بالتأكيد أن ما يصدر عن هذا المجلس هي قرارات قاطعة حاسمة نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن، وهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية والقضائية. ما هو الرأي لدى الفك حول الرقابة السياسية؟ بالتأكيد أن هذه الرقابة لها مزايا ولها عيوب، فمن الانتقادات التي قيلت أن تكوينه يغلب عليه الطابع السياسي، كما أنه لا يستطيع أن يباشر مهمته الرقابية من تلقاء نفسه، فلا بد من إحالة مشروع القانون إليه من جهات محددة كما ذكرناها في الفقرة السابقة. إذن هناك عيبين: العيب الأول أن هذا المجلس الدستوري يغلب على تشكيله الطابع السياسي، العيب الثاني أنه لا يستطيع أن يباشر مهامه بشكل تلقائي، وإنما لا يستطيع أن يباشر اختصاصاته إلا بناء على إحالة من جهات محددة، وهي قلنا رئيس المجلس، رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو 60 نائبا من مجلس الشيوخ أو من الجمعية الوطنية.
مزايا وعيوب الرقابة السياسية. طبعا هذه الرقابة لها مزايا، فتمتاز بأنها رقابة سابقة، بمعنى أنها رقابة وقائية وليست علاجية، فهي تتم عن طريقها مراقبة القانون قبل سطوره، لذلك هي لا تثير حساسية البرلمان. قبل أن يتم سطور القانون من البرلمان يتم إعمال الرقابة، فإن تبين للمجلس الدستوري أن هذا القانون مخالف للدستور أو مشروع القانون لأنه لم يصبح قانونا بعد، عند ذلك يقوم المجلس بتعديل بعض الفقرات فيه حتى يتوافق مع الدستور. أيضا مما يميز الرقابة السياسية أنها رقابة وقائية، تستهدف منع سطور القانون قبل، يعني تمنع صدور أي قانون مخالف لأحكام الدستور. أيضا من مزايا هذه الرقابة أن الجهة السياسية التي أسندت إليها كما هي في التجارب التي على الواقع، وذكرنا التجربة الفرنسية، تعطيه يعني مكانة عالية لهذا الجهة السياسية، مما يعطي قراراتها يعني تكون محل احترام لجميع السلطات. بالتأكيد هناك عيوب كما أن هناك مزايا، هناك أيضا عيوب للرقابة السياسية على دستورية القوانين، فإسناد مهمة الرقابة للهيئة السياسية يتنافى مع الطبيعة القانونية لعملية الرقابة. عملية فحص القوانين هي من حيث الأساس هي عملية قضائية، فإحنا نحكم على قانون، هل هذا القانون يتفق مع الدستور أو لا يتفق، فالأصل أن تسند إلى محكمة، إنما أن تسند إلى سياسيين فهذا يعد أحد العيوب. أيضا إسناد مهمة فحص دستورية القوانين إلى هيئة سياسية قد يؤدي إلى استبدادها، فالمجلس الدستوري عندما يكون له سلطة الحكم في مدى دستورية قانون وحكمه نهائي غير قابل للطعن، فإن هذا قد يؤدي إلى استبداد هذه الجهة السياسية. ثالثا انعدام الاستقلال، أن هذه الهيئة السياسية بالتأكيد ستكون تابعة لمن قام بتعيينها، فلا يتوفر في هذه الهيئة الاستقلال المطلوب، لأنها ستصدر حكم في مدى دستورية قانون من عدمه. أخيرا الحق في الطعن بعدم دستورية مشروعات القوانين غير متاح للأفراد، وهذا أبرز العيوب، بمعنى أن السلطة التي تستطيع أن تمارس هذه الرقابة لا تستطيع أن تمارسها بشكل تلقائي، وإنما لابد من إحالة، وهذه الإحالة سيتحكم فيها هؤلاء الأشخاص، فسواء كان رئيس الجمهورية في فرنسا أو رئيس الوزراء أو رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إذا ما انتمى كل هؤلاء الأشخاص لتيار سياسي معين فإن هذا التيار سيتحكم وسيغلب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية، لذلك قد يتم غض الطرف عن مشروعات قوانين تحتوي على مخالفة للدستور، لكن لا يتم تحريك هذه الرقابة، لأن الأشخاص الذين يحق لهم أن يقوموا بالإحالة إلى المجلس الدستوري قد رأوا أن هذا المشروع بالرغم من مخالفته للدستور إلا أنه يحقق لهم مصالح حزبية. بذلك أعزائي الطلبة نكون قد استكملنا موضوع الرقابة السياسية، تعرفنا على مفهوم الرقابة وأخذنا أحد التطبيقات لها وهو التجربة الفرنسية. المجلس الدستوري ودوره وتشكيله ومدة العضوية فيه هو من الموضوعات الهامة التي أرجو أن تنال اهتمامكم الكافي، فموضوع الرقابة هو موضوع مهم سواء كان في الشق السياسي أو في الرقابة القضائية التي ستكون محور لقائنا في اللقاء الأخير من هذا المقرر. أتمنى أن ينال الاهتمام الكافي من قبلكم، بإذن الله تعالى ألقاكم في اللقاء القادم لنتكلم عن النوع الثاني من الرقابة وهي الرقابة القضائية. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.